سعيد جدا بالتواجد معكم. رشيد عزوزي من مواليد سنة 1987 بإقليم راشيدية. كاتب صحفي وباحث، أكتب في المجالات التي تخصصت بها في الجامعة. أكتب في التاريخ بما أنني موجز في شعبة التاريخ، أكتب في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بما أنني تخصصت في القانون، أكتب في الإعلام والتواصل بما أنني حاصل على إجازة وماستر في الإعلام والتواصل. حاليا باحث في مجال تحليل الخطاب الإعلامي العام للدجال. شكرا، كنشكر السي محمد على هذه الفكرة الكبيرة جدا صراحة، ومن خلال فضائك ومن خلال اولا كنشكر كل المذيعين والمذيعات اللي كيحسن لي. انا سعيد جدا بالتواجد ديالي معكم، ومن خلال صراحه كنقول له شكرا جزيلا على هذا الفضاء هذا، لان بما انني اشتغل على الخطاب اعتقد على ان هذا خطاب بحيث، وهذا خطاب كبير وعميق جدا، كيذكرني بديك التحولات الكبيره اللي كانت عرفتها اوروبا في القرن 16 و17 و18 اللي كانوا يستغلون هذه الاداه اللي يعني كانت كتقوم بواحد الدور كبير في التنوير، واللي منها ولينا كنتكلموا على وصل الانوار وحدثهم وعلى حدثهم في المجالات لا داعي للدخول فيها. شكرا جزيلا لتواجدي معكم.